ونورد لكم بعض التكليفات والقرارات. تكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك الائتمان الكويتي نظير منحهم القروض العقارية والاجتماعية، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها. 2. تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لإنشاء وتجهيز السكن الخاص بالكوادر الطبية والفنية التي ستقوم بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بالمستشفى الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف، وذلك وفق المواصفات والمعايير التي تحددها وزارة الصحة بهذا الشأن. الموافقة على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، وتكليف وزير المالية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع. ثم أحاط وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح المجلس علماً حول آخر المستجدات المتعلقة بالوضع العالمي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه كل من الدكتور أبو ثينة المضاف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة، والدكتور محمد الخميس الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة الكويت بشأن الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد بدولة الكويت، وعرض الحالات حسب التوزيع الجغرافي في البلاد والفئات العمرية والجنسية، وكذلك مقارنة الوضع في دولة الكويت بالدول الأخرى. كما تضمن العرض الانعكاسات الإيجابية على أعداد الإصابات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في دولة الكويت.